وزي ما شفت في الصورة كده بالظبط معانا مباراة خلصت بنتيجة 7-1 خارج ملعبنا ضد نادي كبير قوي تكتيكيا، قوي في أرضية الملعب، قدرنا نتفوق عليه بنتيجة 7-1. فيا ترى ايه التكتيك المرعب جدا اللي استخدمناه النهاردة؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو. كل اللي طلبه منك في البداية انك تشترك في القناة، هانت على 50,000 ونحتفل ان شاء الله. اعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ مع بعض. مباراة كانت في بطولة المدربين، واحدة من أقوى البطولات اللي موجودة في اللعبة كلها إلى الآن، قدرنا نتفوق فيها بأكبر نتيجة إلى الآن على مستوى البطولة. 7-1 كانت محصلة نتيجة مباراة أرسنال صاحب الأرض والجمهور ومانشستر يونايتد الفريق الزائر، فريقنا المظبوط القوي جدا. طبعا بوسكيتس اللي بيفتتح التسجيل في الدقيقة 12، ثم جيتوت أو جيجوت، عموما أنتوا شايفين الاسم، هو ده اللي سجل الهدف الثاني. عندنا نايف اكرد سجل الهدف الثالث، جيرارد مورينو بيسجل الرابع، اللاعب ده برضو بيسجل الخامس، عندنا كارلسون بيسجل السادس، عشان يجي بوسكيتس ويسجل الهدف السابع. زي ما انت شايف كده سليبا عنده هو اللي سجل له هدف في الدقيقه 56، كان هدف شرفي لا اكتر بالنسبه لنادي ارسنال. زي ما انتوا شايفين 14 تسديده مقابل 6 لنادي ارسنال، 68 استحواذ. بان قدامكم احنا استخدمنا خطه ايه، 4-4-2 حرف البي، ولكن احب افاجئك واقول لك ان تكتيكنا النهارده بينفعك في كل الخطط ان شاء الله الهجوميه اللي تقدر تلعب فيها على مستوى المدرب الافضل بالكامل. 4-4-2 بي، 4-3-3، 4-5-1، ايه تاني موجود، 3-4-3، ايا كانت الخطه اللي هتلعب بيها ان شاء الله تكتيك النهارده هيخدمك وبقوه ان انت تكتسح الخصوم زي انا ما عملت كده بالظبط في المباراه. تيجي انت في الاخر تبخل عليا انك تحط لي لايك او ان انت تشترك في القناه، نوصل 50,000 قريب ان شاء الله. مش عارف اقول لكم ايه والله العظيم. يلا بينا نروح للتكتيك. بدايه من تشكيله 4-4-2 بي اللي انا اتكلمت عليها، اللي انا لعبت بيها المباراه. اهم حاجه في التشكيله دي في الاخر او من الاخر هم لاعبين بس، هو الواودال وصانع الالعاب. الاثنين دول لو انت طبعا قوي هم اللي هيغيروا لك مسيره المباراه بالكامل، هم اللي هيقدروا يتحكموا في الريتم الدفاعي وفي الريتم الهجومي ايا كانت العقليه اللي بتلعب بيها، هم دول الاساس في التشكيله. عشان كده شفنا بوسكيتس كان هو نجم المباراه، عشان كده شفنا ان اولمو كان هو الراجل اللي عامل اسيستات ومكسر الدنيا. فلذلك صانع الالعاب والواودال اتنين من اقوى المراكز اللي موجوده المهمه جدا في خطه زي 4-4-2. طب لو جينا الخطه زي 4-3-3 حرف الاي، احب اقول لك ان فيها الاجناب مهمين جدا، نص الملعب مهم جدا على حسب انت عندك ايه. لو انت نص ملعب عندك قوي فاكتفي بيه، لو عندك الاظهره قويين فاكتفي بيهم، يا ده يا ده. ولكن لو انت بتلعب 4-3-3 ايه ونص الملعب قوي، اهتم بصانع الالعاب اللي هو داني اولمو مثلا. لو انا حطيته في نص الملعب كده يكون هو اقوى واحد موجود في نص الملعب، عشان الراجل ده عامل الاسيستات بيكون كبير عنده ان هو يصنع فرص للمهاجمين عشان يسجلوها ان شاء الله في تشكيله زي 4-3-3 حرف الاي. 4-3-3 بي نفس الكلام ولكن العكس، هو الواو دال هو اللي مثلا لو حطينا بوسكيتس في التشكيله فيكون اقوى لاعب في التشكيله عندك عشان يقدر ان هو يحطم الهجمات بتاعه الخصم. وغالبا التشكيله دي بتستخدم ضد الخصوم اللي بيبقوا فاتحين خطوطهم بشكل كبير او بيلعبوا بعدد كبير في نص الملعب زي 4-5-1 او 3-5-2 او التشكيلات ديت. ف 4-3-3 بي بتتصدى بكل سهوله للتشكيلات اللي زي ديت بالنسبه دي لخطه 4-3-3 بي. لو جينا مثلا ل 4-5-1 فانت عندك هنا ما شاء الله لعيبه كتير، ولكن برضو عندك الواو يه والواو دال والواو شين، الثلاثه مهمين في الخطه ديت. لو انت معكش واو يه ومعكش واو شين تقدر تحط صناع العاب، ولكن يفضل ان انت تستخدم كل التمركزات في مكانها في جميع الخطط. من الاخر تعال هقول لك بس على التكتيكات، على التشكيلات اللي التكتيك النهارده بينفع معاهم. عندك 4-3-3 ايه، عندك 4-3-3 بي، عندك 4-5-1، كمان 4-2-3-1، كمان 4-4-2 ايه، كمان 4-4-2 بي، واخيرا او ليس اخيرا يعتبر هما خطتين ثلاثه فاضلين، 3-2-5 و 3-2-3-2 ديت اللي هو يعتبر ما حدش بيستخدمهم. عندك 3-3-4 حرف الايه، 3-3-4 حرف البي، و 3-4-3 بكل اشكالها اللي هي اذا كانت ايه او بي. التشكيلتين دولت معنى صح لو جينا كده للجدول، اول ثلاث صفوف، اول ثلاث صفوف اللي هم دولت، الاربعه اللي فوق بعدين الاربعه اللي تحتيهم بعدين الاربعه اللي تحتيهم، اول ثلاث صفوف هم دول اللي هينفع معاهم تكتيكنا النهارده ان شاء الله، لانه تكتيك هجومي بحت، تكتيك بيكتسح الخصوم زي ما شفت في الصوره بتاعت الفيديو وكمان في مقدمه الفيديو. اخيرا ما انساش اكد عليك على دكه البدلاء. دكه البدلاء
حط فيها على الاقل على الاقل الصف الاول اللي فوق ده، عشان التبديلات صدقني مهمه جدا في كل المراكز بتاعتك. تبديل واحد غلط ممكن يطير منك المباراه، ما تقدرش ان انت تستفاد بيه. فدكه البدلاء مهمه زيها زي التشكيله اللي انت هتختارها، انت وراحتك بقى على التشكيله المناسبه اللي انت هتختارها. كفايه كلام لحد كده عن التشكيلات، يلا بينا نطير على التكتيك. تكتيكنا النهارده هو واحد من اقوى التكتيكات اللي موجوده في المدرب الافضل بالكامل. التكتيك النهارده اللي زي ما قلت لك بينفع مع كام خطه، 3 في 4 12 خطه حرفيا. تكتيك النهارده ده بيقدر انه يلعب معاها ويقدر يكتسح الخصوم كمان زي ما شفت في الفيديو. خطه اللعب اللي بتعتمد على التمريرات، وده اقوى يعتبر عقليه او اقوى خطه لعب تقدر تتماشى مع كل الخطط اللي انت بتلعب بيها، 4 زي 4 3 3 او 4 4 2 او ايا كان. التمريرات هي المثال او هي يعتبر الحل الامثل لكل الخطط دي ان هي تكون موجوده ومتوازنه مع كل التشكيلات. التمركزات على حسب، لو انت مثلا قريب من الخصم شويه تقدر ترجع الوسط يساند الدفاع، ولكن لو مش قريب من الخصم شويه او انت اقوى بقى بفرق كبير فسيب الوسط في مكانه. عايز تخليه يساند الهجوم، انا ما بفضلش كده، ولكن سيبه ثابت. الامان كويس انك تبقى متامن وفي نفس الوقت هتسجل اهداف. انا سجلت 7 اهداف وانا مثبت نص الملعب، فتخيل انت بقى لو زودته وخليته يهاجم، تخيل هيعمل ايه في الخصوم اللي انت هتلعبهم. عموما انا بفضل ان هي تكون ثابته عشان خاطر ما استقبلش اهداف كتير، برده اطلع بهدف على الاقل، او ان شاء الله تكون شباك نظيفه في كتير من المباريات بتاعتك. نيجي للرقابه واللي هي ثابته من زمان، ونرجع ونكرر دفاع المنطقه. التسلل لا هو امثل حل للتشكيلات بتاعتك الهجوميه كلها، الا في حاله لو انت بتلعب زي مثلا 3 4 3 او 3 5 2. في الحالات ديت اللي بتلعب بثلاثه دفاع فيها تقدر تحط مسايه التسلل، نعم مفيش اي مشكله، عشان تتفادى برضو استقبال الاهداف وتكون في السيف زون او تكون في المنطقه الامنه اللي تقدر تكون فيها طالع بشباك نظيفه في كل المباريات بتاعتك. اخيرا 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 الارقام اللي معانا 59 60 65، دي اقوى ارقام مجربه يعتبر معايا بالنسبه لتاريخي في المدرب الافضل. دي اكتر ارقام لعبت بيها في حياتي. الناس اللي بتيجي تقول لي اكيد عندك سر مخبيه علينا وما بتقولهوش في الفيديوهات، احب اقول لك والله العظيم حلفان اهوت، انا ما بخبي عليكم حاجه خالص، وفعلا التكتيك ده هو اللي انا لعبت بيه في المباراه، وهو اللي انا بفوز بيه دايما بالارقام الكبيره اللي انتم بتشوفوها، اذا كانت 10 0 في ريال مدريد على انتراخت، او 7 1 النهارده على ارسنال بقياده مانشستر يونايتد. قطع الكرات انا كنت عامله متهور عشان استغل كل غلطه بالنسبه للخصم، لان الحكم كان لونه اخضر، اما لو الحكم كان لونه ازرق او اصفر فتقدر تعملها عنيف، اما لو كان برتقاني او احمر فتقدر تنزلها لمقبول. بس كده يا بطل، احب اقول لك ان محصله اللي انا عملته ده كله هو ان انا متصدر بطوله المدربين، اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، اقوى عدد نقاط، صفر هزيمه، كل ده في دوري واحد بس، 9 مباريات، 7 فوز، 2 تعادل، 22 هدف مسجلين، استقبلت 4 اهداف بس ومعايا 23 نقطه، فارق 3 نقاط عن اقرب منافس ليا اللي هو نادي برشلونه. قيمه الفريق على فكره انا مش الاقوى، ولكني برده ما زلت مسيطر على الدوري بفضل قوه التكتيك اللي معانا النهارده. اعتقد ان فيديو مفيش احلى ولا اجمل من كده، كنت مستنيينه او كنت متوقعينه. فاتمنى ان انت بعد كل ده تشترك في القناه، هانت على 50,000 يا ابطال. لو انت مش مشترك عيب يعني والله انك تستفيد وما تمتعناش باشتراكك، يعني تنضم لعيلتنا وتبقى اخ جديد، وبالمره تضغط زرار اللايك عشان توصل الفيديو ده لكل الناس ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.